يمكن محدش سمع عنها قبل كده، رغم ان هي بقالها 17 سنه. هي المدرسه الرائده من نوعها. المدرسه دي هي اول مدرسه مصريه في ايطاليا داخل مدينه ميلانو، بتجمع المدرسه ابناء الجاليه المصريه في شمال ايطاليا اللي عايزين يحافظوا على الهويه العربيه من خلال دراسه المنهج المصري بوطنهم الام. المدرسه المميزه دي بتحمل اسم مميز برضو لواحد من اهم الكتاب في العالم، وهو الاديب نجيب محفوظ. مدرسة نجيب محفوظ بتلقب هناك في إيطاليا بسفيرة التعليم المصري في إيطاليا وأوروبا، وده عشان هي بتعتبر المدرسة المصرية النظامية الأولى داخل الاتحاد الأوروبي ودولة إيطاليا، وبتشتغل 6 أيام في الأسبوع. المدرسة بتدرس المنهج المصري المعتمد من وزارة التربية والتعليم المصرية كإحدى مدارس المسار المصري في الخارج، وفي نفس الوقت طبعا بتدرس المنهج الإيطالي المعتمد من وزارة التربية والتعليم الإيطالية كإحدى المدارس الإيطالية الخاصة صرح لها رسميا بتدريس المنهج الإيطالي. وعشان نعرف أكتر معانا على الهاتف الأستاذ محمود عثمان، مدير مدرسة نجيب محفوظ بإيطاليا. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس المدرسة. عفوا يا فندم، رئيس مجلس إدارة نجيب محفوظ في إيطاليا ومؤسس هذه المدرسة اللي بنعتبرها الحقيقة يعني هي بادرة من نوعها مختلفة، وبشوف إن هي يعني بتؤكد على زرع الانتماء المصري لدى أهالينا اللي بيعيشوا في أوروبا وفي إيطاليا. حابين نعرف رأي حضرتك يا فندم على المدرسة. والله زي ما حضرتك والأستاذة والدكاترة الموجودين أشادوا بيها، وانا سمعت جزء من المقدمه الهائله. المدرسه بالضبط هي صرح من صروح التعليم المصري واحدى نقول المؤسسات الوطنيه المصريه في الخارج، واحدى قوى مصر الناعمه والتي تمثل مصر والمصريين بشده في الخارج. لها دور كبير جدا، ودور هو ربط ابناء الجيل الثاني والثالث بوطنهم الام مصر، وفي نفس الوقت نشر الثقافه والوعي المصري بين ابناء الجيل الثاني والثالث اللي هم اتولدوا في ايطاليا، لان دول في المستقبل هم هيكونوا سفراء مصر الحقيقيين لدى الشعوب الاوروبيه ودوله ايطاليا. مدرسه نجيب محفوظ 17 سنه من العطاء، تخرج منها اجيال كثيره جدا. مدرسه نجيب محفوظ هي خير سفير شعبي وظهير شعبي لمصر في أوروبا وفي إيطاليا، وتحديدا مدينة ميلانو ذات الكثافة الكبيرة من المهاجرين المصريين والعرب. مدرسة نجيب محفوظ لا مثيل لها حتى الآن داخل الاتحاد الأوروبي. مدرسة زي ما حضرتك قلت بتدرس المنهج المصري المعتمد من وزارة التربية والتعليم المصرية، وفي نفس الوقت المنهج الإيطالي المعتمد من وزارة التربية والتعليم الإيطالية. بيحصل الطالب في المدرسة على الشهادة المصرية والشهادة الإيطالية إلى المرحلة الإعدادية، وبعد الإعدادية يختار الطالب يا إما يتوجه إلى التعليم الثانوي الإيطالي أو التعليم الثانوي المصري. بيفضل عندنا في المدرسة إلى الصف الأول والثاني الثانوي يمتحن، ولكن الثالث الثانوي لابد أن يعود في مصر. بالتالي المدرسة بتتيح الفرصة كاملة أبناء الجالية المصرية إن هم يكمل تعليمه في إيطاليا أو يعود لمصر، وبيبقى في إيده اللي عندنا في المدرسة الطالب بيتعلم 4 لغات، ولذلك التصريح الايطالي لها اسمها مدرسه المصريه متعدده اللغات. طيب استاذ محمود، محفوظ، احنا عايزين نعرف من حضرتك ايه مدى اقبال الجاليه المصريه في ايطاليا على المدرسه؟ اقبال كبير جدا. احنا عندنا ما يقرب من 440 طالب في 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 ميلانو، والعدد ليس قليل ابدا. لكن يا استاذ محمود، هل في صعوبه لانها بتدرس المنهج الايطالي والمصري في نفس الوقت؟ سؤال حضرتك مهم جدا وله مع يعني ردود، لان حضرتك قلتي سؤال اكثر منه سؤال فيه استعلامات في انفورميشن، يعني انما هو سؤال تقني وفني. كأرد على حضرتك، المدرسه طبعا في بدايتها لم تبدا كده. المدرسه حصل نوع من اجتماع الخبراء الايطاليين والمصريين في المدرسه، وعملنا نوع من انواع تقريب المناهج، يعني بمعنى ان المنهج المصري المعتمد من التربيه والتعليم المصريه لا يقبل التغيير ولا النقاش، ولكن نظام التعليم في ايطاليا بيسمح ان الماده الواحده ممكن في السنه الواحده يبقى لها اكثر من كتاب. المدرسه كل مدرسه بتختار الكتاب اللي يناسبها وتبلغ الاداره التعليميه ويجي لهم الامتحان فيه. فاحنا كخبراء مصريين وايطاليين شفنا المناهج الايطاليه اللي قريبه من المنهج المصري، ودرسنا المنهج الايطالي القريب في الشبه من المنهج المصري، وده اصبح
شيء بالنسبه للطلبه سهل ومقبول. لما نيجي ندرس العلوم والرياضيات بالعربي هنلاقيها بالايطالي، فهتبقى قريبه جدا. الاختلاف بس في اللغه العربيه والمواد الاجتماعيه، لان المواد الاجتماعيه تاريخ وجغرافيا مصر غير تاريخ وجغرافيا ايطاليا، اما معظم المواد العلميه المشتركه كان في هناك تقريب منهم. هقول لحضرتك ازاي البرنامج نجح. المدرسه بتعمل 3 ايام بتدرس المنهج العربي كاملا بمدرسين مصريين، و3 ايام بالمنهج الايطالي كاملا بمدرسين ايطاليين. يوجد بالمدرسه مدير للقسم العربي ومدير للقسم الايطالي. فاحنا شغالين يعني، ما هو ده نجاح التجربه. كان خبراء ايطاليين في بدايه الاولى ازاي الطفل هيقدر يستوعب، ولكن بوضع البرنامج الجيد والمناهج القريبه من بعضها البعض نجحت المدرسه، واصبح الطلبه عندنا متفوقين في الجانب الايطالي زي ما هم متفوقين في الجانب العربي. بل استاذ محمود، اعتقد ان نقطه النظام اللي حضراتكم حاطينها هي سبب النجاح وتسهيل الامر على الطلاب. خلينا نروح مع حضرتك لمميزات، يعني من ضمن مميزات المدرسه انها بتحافظ للولاد على الهويه المصريه والانتماء. هل في انشطه معينه بتقدموها المدرسه بتقدمها علشان تقدروا تحققوا هذه الاهداف يا فندم، الحفاظ على الهويه والانتماء؟ طبعا يا فندم، حضرتك لو دخلت وعملت سيرش امبارح او النهارده او اي يوم هتلاقي احتفالات 6 اكتوبر كانت من يومين في المدرسه، احتفالات كبيره جدا منشوره في المصري اليوم واليوم السابع والوطن والوفد على مدار ال3 ايام، مواضيع كثيره جدا. احتفالات اكتوبر تمت على اعلى مستوى في المدرسه، عندنا الاحتفال بالمولد النبوي، المناسبات الدينيه والمسيحيه والاسلاميه بتقام في المدرسه في مواعيدها، عارفين يعني ايه مولد نبوي، عارفين يعني ايه 23 يوليو، عارفين يعني ايه 30 يوليو، عارفين يعني ايه 6 اكتوبر. لا المدرسه هي يعني 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 نقول عليها مقاطعه مصريه على الاراضي الايطاليه، ولكن بالنكهه الاوروبيه. لا في 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 ارتباط وثيق بمصر وارتباط وثيق. حتى المدرسه غير دورها التعليمي والتنويري ايضا لها دور سياسي في دعم الدوله المصريه في الانتخابات الرئاسيه، في التعديل الدستوري. ده كل يعني كل الحاجات دي احنا يعني جزء لا يتجزا من مصر. بالعكس احنا بنطالب يا ريت يكون في نماذج اخرى من نجيب محفوظ على الاراضي الاوروبيه والايطاليه. يعني اتخيل ان يعني حضراتكم البدايه، وان شاء الله تتواصل يعني مثل هذه الافكار في كل دول العالم مش بس في ايطاليا. الاستاذ محمود عثمان رئيس مجلس اداره مدرسه نجيب محفوظ والمؤسس، بنشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم. انت ايه رايك؟